في إطار الحركة التي شملت عديد رؤساء من الولايات، أشرف المفتش الجهوي للشرطة بالشرق المراقب بن عيني على تنصيب العميد حميد بن عبد المالك على رأس أمن ولاية برج بورديج خلفا العميد الأول محمد بوراليا الذي حول إلى ولاية سمسيت لشغل نفس المنصب. تفاصيل أكثر في ميكروفون حسام ديمر عثمان. تم تنصيبي على رأس أمن ولاية برج بورديج، وهذه كما يقول لك القيادة وضعت فينا ثقة كبيرة لأن نكون على رأس الولاية، وإن شاء الله نوفقه في خدمة مواطن ومواطني ولاية برج بوعريريج، ونكونوا عند حسن ظن القيادة تاعنا وعند حسن ظن مواطني تاع كامل برج بوعريريج. أشكر قيادتنا الرشيدة سيادة اللواء المدير العام الوطني على تجديده في الثقة لإكمال مساري كرئيس أمن ولاية سمسيت. أود في هذه المناسبة أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كافة السلطات المحلية وعلى سمسيت والولاية، كافة الشركاء في الميدان، المجتمع المدني، وسائل الإعلام، المجتمع البرايجي بصفة خاصة على كل الدعم الذي قدموه لنا من أجل أداء مهامنا طيلة 5 سنوات على رأس أمن ولاية برج بوعريج.